سؤالنا لحضراتكم كان هل توافق على إجبار الرجل بالاعتراف بابنه من الزنا أو بابن الزنا؟ تعالوا نستعرض بعض من إجابات حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك. أحمد طارق بيقول نعم، لأن أطفال الزنا هم الضحايا ويجب عليه أن يعترف بهذه الجريمة، وأرجو دعواتك يا مولانا. ده أستاذ أحمد. العدوي راضي بيقول لابد من إعادة النظر في القضية بشكل وبمجهود مجتمعي يراعي حق الفرد والمجتمع واعتبارات الشرع بعد تدخل العلم في حسم مسألة النسب. عبير محمد بتقول نعم أوافق، الآن كل من أخطأ يعترف ويتحمل خطأه. عبد الرحمن رستم بيقول نعم، فالابن ليس له ذنب، وأن والديه قام بفاحشة وهو لم يختار أن يأتي لهذه الدنيا، فعلى الوالدين تحمل المسؤولية أمام الله. شعبان جمعة بيقول لا طبعا، لأنه لو اعترف به كان له حق في الميراث، وولد الزنا لا يرث، غير أنه لا يمكن التأكد من أنه ابنه. فضيلة الإمام، يعني طبعا أكيد هنعرج على هذه التعليقات، ولكن حضرتك ذكرت أنه الإجهاض في الشروط الشرعية للإجهاض، ولكن إن ترك هذا الطفل وجاء إلى الدنيا وهو من زنا وليس من نسب، من زواج أو ادعاء زواج، من زنا فقط، إلى من ينسب؟ كيف يتم التعامل معه حكوميا ورسميا، ومن سيعطيه اسم في المجتمع؟ احنا عندنا حاجة اسمها مجهول النسب، ومجهول النسب ده قد يكون جاء من ثمرة زواج، فبيعامل معاملة مجهول النسب. واحدة اتجوزت واحد مشهور عنه انه اسمه سعيد، واتضح انه اسمه محمد السعيد، هو مشهور عنه في الحي وفي كذا الى اخره. سعيد اتجوزها زواج على سنة الله ورسوله وخلف منها، ثم اختفى، مات، فقد، فده بنسميه مجهول النسب. مين سعيد؟ ده مش اسمه سعيد ولا نعرف عنه حاجة، ده هو راجل كده عابر سبيل، كان بيشتغل تاجر ولا حاجة، واتجوز في أمانة الله ثم اختفى في أمانة الله برضه. نعمل ايه في ده؟ فده مجهول النسب. الواد اسمه فلان ابن سعيد، بالرغم ان مفيش اصلا حد اسمه سعيد، مفيش ورقه في اي وثيقه تقول ان تقول انه ده اسمه سعيد اصلا. تمام. فده بنسميه مجهول النسب. ابن الزنا هيعامل معامله مجهول النسب، هيعامل معامله اللقيط. لقينا ولد او بنت عند الجامع او عند في اي حته زي الافلام بتاع زمان، بنجيبه بنسميه ونسميه فلان ابن سيد عبد الصمد، ومفيش حد اسمه سيد عبد الصمد ولا نعرف حد اسمه كده، وهكذا. فهو من ناحيه استكمال اوراقه وكينونته في المجتمع هو موجود، ولكن القضيه هي انه غير منسوب. انا هنا عندي حالتين، اما الاب ده الزاني ده حتى افرض زنى مع واحدة مومس ثم اختفى، ما هو برضو إن ما انا مش عارفه هو مين اصلا، واما انه انا عارفه وفي قضية بينهم هما الاتنين. فلما يكون في قضية البنت بتسلك على طول مسلك الزواج مش الزنا، وتبقى المسألة مش معانا، والقاضي هيحكم لها لانها بتدعي الزواج مش بتدعي الزنا. حتى المحامي مولانا قال لو 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 في عقد ورقه كتبت او قالوا ان هم متجوزين من شهر، وهي جت بعد كم شهر ولدت. لا هي بعد شهر ولدت، بعد شهر ولدت مثلا. فقال لا يا بنتي ما ينفعش الكلام ده، بالظبط، ده يا اما تولدي بعد ستة يا اما بعد تسعة الى سنه. فولدت اقل من كده، فقالت له ما انا متجوزاك قبل كده قدام القاضي. خلاص يبقى متجوزاك قبل كده، ياخد برايها وتبقى هي الصادقه. ايوه. طيب. علشان كله ده عشان العيل، مظبوط، هما الاثنين يحاسبهم ربهم اكيد، واذا كان هو فعلا دخل بيها ولا اتجوزها من سنه ولا من ست شهور معلش، لكن كله ده بنعمله علشان الطفل ده ننقذه بقدر المستطاع. بيقول لك ايه؟ يحتال القاضي كل حيله. تمام، مكتوب كده، مظبوط، كل حيله. يعني يقعد يفكر فيها يحتالها ازاي. طيب مولانا ارجوك بس معلش سؤال اخير، يعني طيب لو كان الزواج ده ادعت ان في زواج، او الزواج ده بالفعل قائم وهو زواج عرفي، هينسب الولد او البنت لهذا الشخص. ايوه. وهل هيحق له الميراث على الرغم انه لا يوجد عقد زوجيه، لا يوجد ورقه زوجيه؟ هيحق له الميراث، وعقد الزوجيه ده جاء عندنا سنه 1931. قبل كده أبائنا وأجدادنا، أجدادنا مش أبائنا، أبائنا اتجوزوا بوثائق، لكن أجدادنا ما اتجوزوش بوثائق، ما كانش فيه ورقة اسمها، ما كانش فيه ورقة أصلا، ده إثبات. لكن هو العقد
اتفاق إرادتين، والعقود ألفاظ، زوجتك نفسي القبلت، زوجتك موكلتي قال قبلت، هكذا. إذن له كل الحقوق ولها كل واجبات الزوجة ويارس وكل حاجة، لأنها مش معانا الصورة دي، مش اللي احنا بنتكلم فيها. احنا بنتكلم في الزنا. تقولي ما هو ده زنا عند الله، أقول لك مش معانا وزنا عند الله. أيوة، مش بس مش معانا، لأنه عندنا احنا جواز، لأنها ادعت إنه جواز، فهيبقى جواز حتى لو معهاش. ومن هنا أنا بحذر الشباب، ما تفتكرش ان انت هتجري بجريمتك. هو فاكر حتى لو متجوزين شرعا وخد الورقتين يبقى هي مش هتعرف تثبت. مش هتعرف، مش هتعرف والله بعد الدي ان ايه، ما انتش عارف، مش هتعرف. ولما هتهرب من امام المجتمع، ربنا اهو عمل حاجه يجيبك بيها الدي ان ايه ده. ولذلك كل ده مش معانا. احنا بنتكلم في الزنا، بس ده مش زنا، مش زنا امام القاضي، مش زنا امام المجتمع، بس هو زنا امام الله. مظبوط. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بينا سمح لنا في مخارج ان فغرات. نخرج حتى نحافظ على حقوق الطفل. نعم، بارك الله فيكم مولانا. معنا على الهاتف الاستاذ عمر، تفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اولا يعني انا سعيد جدا اني متصل بالبرنامج الجميل ده، ويعني يعني احب ارحب بالاستاذ علي جمعه بشده يعني. تمام طبعا. انا بس كنت عايز اسال بس سؤالين. تفضل. السؤال الاول، من خلال احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، كان المقصود صاحب القران اللي هو الحافظ دي، ولا اللي ولا القارئ كثيرا ده؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، احنا كنت انا وبقيه العيله كنا اقتنينا كلب بغرض الحراسه، ف يعني ايوه استاذ عمر. الو. تفضل يا فندم، معاك. تفضل. تمام. انا وعيلتي كنا اقتنينا كلب. جميل. الكلب ده بمذهب الامام مالك المفروض ان هو طاهر، فهل ده يعني يمنع ان يكون الكلب ده حراسه، ولا ملهاش علاقه؟ حاضر، يعني ممكن اقتناءه للحراسه او غير الحراسه استنادا لمبدا الامام مالك. حاضر يا فندم. لا، هو طاهر لانه للحراسه، ولا هو طاهر في ذاته؟ طاهر في ذاته. نعم. بالظبط، يعني حتى لو بدون حراسه. يعني استاذه مي، اتفضلي يا فندم. عليكم. وعليكم السلام. اسال بس حاجه. اتفضلي. انا بس عايز افكر عن الزواج العرفي. ايوه. حرام ولا حلال؟ ولو حصل ده زنا؟ وغير ان هو ما فيش طريقه، يعني انا ارمله وما فيش معايا، يعني معايا زوج ولا حاجه. وغير كده بس عشان انا مش عايز اعمل حاجه غلط، حتى مجرد ان انا كلام، انا تعرفت على حد، فمجرد ان انا حتى كلام انا استحرمت ان انا اكلم حد غريب او كده، فانا حبيت ان انا اعمل حاجه زي كده على الاساس ان انا مش عايزه ادخل في حرمانيه. فانا مش عارف اللي انا عملته دوت غلط ولا صح، ولا أيه. هو حرام ولا حلال؟ حاضر. استاذه بشرى، اتفضلي يا فندم. لو سمحت، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. انا عندي اخت متوفيه ما عندهاش اولاد، والاب والام متوفين كمان. كنت بقرا في سوره النساء الايه 11 بتقول انه الاخت اللي ملهاش اولاد بيرثوها البنت والولد بقصه متساويه. أنا أعرف إنه الذكر بياخد دبل على البنت، بس التفسير اللي مكتوب عندي بيقول إنه الإخوة والأخوات لا فرق بين الذكر والأنثى في التسوية. ماشي، لأن دي مسألة الكلالة. نعم. حاضر. طيب، حاضر أستاذة بشرى. أستاذة أميرة، اتفضلي يا فندم. ألو. اتفضلي يا فندم. لو سمحت، أنا كنت عايزة بس أختي دلوقتي حامل في أول الشهر الخامس. واكتشفت ان البيبي عملت حاجه اسمها الفور دي، واكتشفت ان البيبي عنده مشكله، يعني ما يعني عيب خلقي شكلا واعضاء واطرافا وعقلا وعمود فقري وكل حاجه. لا لا. وكذا دكتور اجمع ان لازم البيبي ده ينزل، وينزل فورا، لان كمان عنده مية على المخ وأعضائه غير مكتملة. لا. تماما. تمام. فأنا عايزة أعرف دلوقتي، هي إحنا كلمنا دار الإفتاء امبارح، ففي ست ردت علينا وقالت إن ممكن ينزل لو الأطباء أجمعوا. أختي النهاردة راحت دار الإفتاء هي بنفسها وقالت لهم إن يعني
وورت لهم كل حاجه. أيوة. قالوا لها ما دام عدى 120 يوم ما ينفعش ان هو ينزل. بس كل الاطباء اجمعوا ان هذا الطفل هيعاني معاناه بشعه هو واختي واسرتها كلها واحنا كلنا. فانا عايزه اعرف حكم الدين في ده، هل هي تنزله فعلا في يعني في الشهر اللي هي في اول اسبوع في الشهر الخامس؟ تمام. فهل هي تنزله فعلا ولا يعني تخليه؟ بس بملاحظه ان هو يعني بالظبط اتقال لنا من الدكاتره ان هو يعني استغفر الله العظيم ان هو كانه لم يعني هيتولد كانه مش موجود اصلا. طيب حاضر يا استاذ، انا عايزه اعرف بس الحكم في الموضوع ده. تحت امرك يا فندم. حاضر، شكرا جزيلا لحضرتك. مولانا استاذ عمر بيسال عن من هو صاحب القران. صاحب القران هو حافظ القران، هو ده صاحب القران. اما القارئ للقران فله ثواب عظيم، وكلما قراه بحاسه من حواسه البصر او الكلام او السمع فهو قارئ للقران وكذا الى اخره. اما صاحب القران فهو كان الحافظ الحافظ له. نعم. المجيد لتلاوته. نعم. الكلب طاهر عند الملكيه سواء كان للحراسه او غير الحراسه، هو لانه حي كل حي طاهر عنده. احنا في الشافعيه عندنا كل حي طاهر الا الكلب والخنزير، الاثنين دول من المخلوقات مش طاهرين. لكن الاسد طاهر، النمر طاهر، الخيل طاهر، الغنم طاهر، وهكذا. لكن هناك لا، مالك بيقول حتى الكلب طاهر. ايه اللي خلى الكلب مش طاهر؟ فالشافعيه عندهم الكلب نجس، المالكيه عندهم الكلب طاهر. لكن هي القضيه بقى بتتمثل في حاجه تانية، في حكايه الحراسه والغنم والمتفجرات وكذا الى اخره، انه ايوه طاهر. هل الملائكه بتدخل بقى البيت اللي هو فيه؟ البيت ده أوضة بس، يعني مش البيت كله ولا العمارة كلها. لا، الملائكة تدخل، ما بتحبش الكلاب أو ما بتحبش تدخل في بيت فيه كلب، ما لهاش طاقة على ده. مثبت يا مولانا. ده في البخاري ومسلم وكذا إلى آخره. فإذا إحنا في البيت نعمل مكان للصلاة بحيث إن إحنا نقفل، ما لناش دعوة بالكلب اللي في البلكونة ولا اللي في الجنينة ولا في كذا إلى آخره. بس في كلاب صعب تبقى صارحة في البيت يعني. ما احنا بنقول اهو ان عايزك تخليها وعايز الملائكه تدخل، تعمل مكان عشان الملائكه تدخل فيه. نعم. طيب بالنسبه للاخت مي بتسال عن الزواج. الزواج شرعي، يبقى لازم تكون خاليه من الموانع الشرعيه، ما تتجوزش لا اخوها ولا ابوها ولا ابنها ولا مش عارف ايه ولا الحاجات المعروفه دي. ما تتجوزش واحد متجوز اربعه وتبقى هي الخمسه. ما تتجوزش واحد وهي في العدة، يعني لابد من خلوها نمرة واحد. الخلو من الموانع الشرعية. نمرة اتنين، وجود اتنين شهود، لازم اتنين شهود يبقوا موجودين. نمرة ثلاثة، المهر. نمرة أربعة، القبول والإيجاب. هي تقول له زوجتك نفسي وهو يقول قبلت فتزوجتك من نفسك، لأني بتقول أنا أرملة يعني ست معدية الواحد وعشرين سنة والاثنين وعشرين وهكذا. فتوفرت هذا يبقى ده شرعي ويبقى مقبول. بس ما فيش وثيقة عند المأذون بنقول لها أنت كده على خطر شوية أنه هو قد يلعب بيك، فخليه عند المأذون أحسن عشان ما تضيعش حقوقها. عشان ما تضيعش حقوقها. قالت لا، ده انا واثقه فيه، ده انا بحبه، انا مش خسرانه حاجه، انا عايزه ونيس وشرعي بحيث ان ربنا ما يغضبش عليا. خلاص ماشي، يبقى اعملي كده. الاخوه العلماء اللي بيقولوا ان العرف حرام، دول بيقولوا على ما يترتب عليه. بنت صغيره في الجامعه رايحه مع زميلها تتجوز عرفي مع اتنين، ما تأخذنيش في الكلام معلش لأن احنا مقهورين من هذا طبعا. اتنين اصحابهم صيع يعني تصنفوا في انه ده صايع ضايع، وبعدين بيقولوا ده زواج عرفي. فالعلماء اتخضت لأن ده فساد في الأرض. صحيح. وبعدين البنت تحمل، وبعدين تجري تروح تجهض نفسها علشان أبوها وأمها ما يكتشفوهاش، وبعدين اللي ايه ده فساد. صحيح. فيبقى إذن ده اللي حرام، مش عقد امرأة
ناضجة عاقلة مع رجل كذلك وبيعملوا هذا العقد. في وجود شهود؟ في وجود شهود، في وجود الأركان كلها. هنا يعتبر إشهار يا مولانا، إشهار. هو إشهار كده. هو أنت شفت زوجتي؟ أبدا. وإحنا متجوزين قديمنا 40 سنة. طب وانت ما شفتش زوجتي دي يبقى الزواج بتاعنا بطل، يعني لازم كل خلق الله يشوفوها؟ لا مش لازم. طب قد ايه؟ 10؟ ايه ده الشرع على 2؟ يبدا الاشهار من 2. طيب 3 كويس، 100 احسن، 1000 يبقى كويس احسن واحسن. لكن افرض انه ما فيش كده وما فيش الا الاثنين، يبقى عملنا اللي يرضي ربنا. وقلنا ان ورقه المأذون دي ده شيء، ده شيء اثبات بس، اثبات ده اظهار مش انشاء. نعم. طيب فالاخت مي تروح وتتجوز، الزواج يرضي ربنا، الزنا ما يرضيش ربنا. هي بتقول ده انا بستخسر اتكلم علشان انا خايفه من الفتنه وخايفه من ان انا اقع في الحرام، جزاك الله خير. هو ده ما ده يبقى صح كده، لانك مش عايزه تغضبي ربنا، ربنا تملي موجود في جوه بتخافه، يبقى هو ده. نعمل ايه؟ نعمل سبيل الزواج ده حسن سبيلا، سبيل اللي مش زواج ساء سبيل. نعم. بقولنا انا اسف معلش في الجزئيه دي، يعني ممكن واحد واحده الاثنين عايزين بعض وجابوا اثنين قعدوا معاهم في الصالون وتوافقت الاراده، وادي هنا ركن الاشهار وما فيش اي مانع شرعي، وقالوا زوجتك نفسي وقالت، يبقى كده خلاص يبقى ازواج. يبقى ازواج بيت الزوجيه والاستدامه والكلام ده كله بقى يحلوه، ده حاجات اجتماعيه مش شرعيه. مش لكن هنا يحسب انه زواج، هيحسب انه زواج، ربنا يرضى عنه، وبه يثبت النسب، وبه يتم النفقه، وبه يتوارث ويتم الميراث. انما بقى تيجي لو دبت مشكله بقى، مش دابت مشكله، انتقل الى رحمه الله تعالى، قالت طب انا ليا التم، مراته الثانيه اللي اذا كان في زوجه تانية قالت لها احنا ما نعرفكيش. مين اللي قالك ان انت اتجوزتيه؟ وهنا بنقول لها انت كده كانك بتضيعي حقوقك. تمام. ولكن حلال قدام ربنا، حلال لكن قدام المجتمع الحق مش موجود. في رشا بتقول بشرى، رشا او بشرى؟ بشرى. طيب بشرى، بشرى بتقول انه بتتكلم عن الكلاله وبتقول ازاي بقى الذكر هنا بياخد مثل الانثى؟ ما هو هو كده، ما هو لما الواحد بيورث كلاله الذكوره بتبقى زي الانوثه، ودي بنستدل بيها على الناس اللي بينتقدوا الاسلام ويقولوا انه فضل الذكر على الانثى، بنقول له ابدا. ده جه الاب والام الاثنين بياخدوا السدس، افرض ان في عيال وكده، ابويا وامي كل واحد منهم، وهي امي دي واحده ست وابويا ده واحد راجل، وخدوا السدس والسدس والكلال. الذكر زي الانثى. يبقى اذا فكره انصبت ضعف الذكر ضعف الانثى مرتبطه بالنفقه، مرتبطه بنوع تاني من انواع العطاء زي النفقه وزي المهر، وكلها في ذمه الرجل مش في ذمه الست. الأستاذة أميرة بتقول إنه أول الخامس ده قضية تروح للأطباء، بتقول الأطباء أجمعوا إنه ينزل، ينزل. يبقى دام الأطباء أجمعوا دي، لكن الحيرة بتاعتها إنها تسأل بالتليفون، قالت لها نزلي، راحت أدار الإفتاء فخد السؤال بسرعة قال ما تنزلوش، فراحت متصلة بينا. ده غلط في الاستفتاء، وحد المكان واستفتي مرة واحدة وتوكل على الله. لكن هي مولانا في هذه الحالة لا تستطيع أن تجهد هذا الجنين، هي دلوقتي في أول الأطباء الخامس. قالوا لها لازم ينزل، لازم ينزل. لأنه الولد عليه كمان إشكالات. مظبوط. إحنا عندنا يا إما خطر على حياة الأم. نعم. يا إما خطر على صحتها، مش حياتها ولا حاجة، حياتها سليمة 100% لكن صحتها هتتأخر، هتتأثر حتى الصحة النفسية. فالطبيب اللي يقول، الطبيب اللي يقول حتى وإن كانت بعد الشهر الرابع، بعد ما انقضى 120 يوم قبل الشهر الرابع مطلقا، بعد الشهر الرابع يبقى عايزين أطباء يدخل. أطباء في هذه الحالة يجوز لها أن توجد هذا الطفل أو هذا الحمل. شكرا جزيلا مولانا، بارك الله فيكم. شكرا على هذه الحلقة الممتعة، شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر أيضا موصول لحضراتكم، ونراكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء. We'll be right back.